أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي رفض مصر الكامل المساس بالسيادة اللبنانية والضرورة الملحة لتحقيق وقف إطلاق النار. وخلال اتصال هاتفي بوزير خارجية المملكة المتحدة ديفيد لامي، شدد عبد العاطي على ضرورة تضافر الجهود الدولية لاحتواء الوضع ووقف التصعيد الإسرائيلي، مؤكدا أهمية تمكين الجيش اللبناني لضمان استقرار لبنان في ظل المرحلة الحرجة الراهنة وتنفيذ قرار مجلس الأمن 1701 بكل عناصره.